في مدينة خيرس لا تختلف عن الحياة في مدن جنوب إسبانيا، فشوارعها تحتضن جزءاً كبيراً من أنماط الحياة، والناس يتمتعون بالأحاديث ولا يدعون مجالاً للتوتر. إيقاع الحياة هذا يؤثر أيضاً على زوار المدينة الأندلسية التي يعيش فيها 210 ألاف نسمة. وأهمية المدينة في العصور الوسطى تبدو ظاهرة على القلعة التي شيدت قبل 1000 عام وكانت الحصن القديم وأول مقر للخلفاء العرب، وبعد ذلك حكمت المدينة من الملوك المسيحيين. بنى العرب من شمال إفريقيا المدينة وجلبوا معهم علم الطب والفلك والطبخ والأدب، وكانت هذه خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لنا. ومن هنا تأتي أهمية التأثير المتزايد بحكم العرب، لقد أثر هذا بشكل مدهش على ثقافتنا وذلك في كل المجالات. أطلق العرب على المدينة اسم خيرس، ومن هذا الاسم جاء النبيذ المحلي شاري الذي يتم إنتاجه من العنب الأبيض المسمى بالومينو. ويوجد في المدينة 20 مصنعاً للنبيذ ويطلق عليها بالإسبانية كلمة بوديغاس. مصانع النبيذ في مدينة خيرس متشابهة الشكل، فهي مبنية بأسقف عالية ولها أبواب كبيرة تطل على البحر، فنسيم البحر مفيد للغاية أثناء عملية التخمر للنبيذ. من خلال تذوق النبيذ بمقدور الزوار التعرف على أنواع نبيذ عالمية من إنتاج خيرس. مدرسة الفروسية الملكية الأندلسية، هنا تعيش الخيول الأندلسية المعروفة برقتها وحيويتها، وهي تتسم بالذكاء ولا تعرف الملل، وهذا ما يجعلها خيولاً فروسية مثالية. الكثير من سلالات الخيول في العالم تنحدر من أصل إسباني. الخيول الأندلسية تمتلك في دمائها حساً للإيقاع، إنها تولد ومعها هذا الحس، ونحن نقوم بترويضها بكل صبر ونظام وجهود كبيرة، وهذا يستغرق على الأقل 3 أو 4 سنوات قبل أن تكون جاهزة. اسم العرض كيف ترقص الخيول الأندلسية، ويحضره سنوياً أكثر من 200,000 زائر ليتمتعوا بجمال وشجاعة الخيول. إنه عرض يظهر انسجام الفارس مع الخيل. الرقص أهم شيء في حياة مرسيدس رويس، فنانة الفلامينكو بخيرس. تعتبر المدينة مهد الفلامينكو، ومن يتنزه خلال حي الفلامينكو يشعر بموسيقاه ويسمعها في كل ركن من موطن هذه الموسيقى. أشهر فناني الفلامينكو ينحدرون من هنا، ومنهم مرسيدس رويس. عاش هنا العديد من العائلات الغجرية، ومن تقاليدهم المعروفة الغناء والرقص مع بعضهم البعض. رقص وإيقاع الفلامينكو يعكس إيقاع الحياة في المدينة ويمكن معايشته فيها.